السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساوش تديروا اعجاب بالفيديو وتشتركوا في القناة باش تشجعونا باش نستمروا في المزيد ان شاء الله، وما تنساوش تفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم اعزائي الكرام في عصة جديدة. اليوم غنشوفوا لوجي دو غوتي، يعني لاصوص اللي كتمشي مع الروتي. في المقادير غادي نحتاجو الكارنيتور اروماتيك يعني البصلة خيزو، وغادي نحتاجو شوية العظام وشوية لي بارور يعني العظام والبقايا، بوكي كارني باقة موسيمة، ورق سيناموسا والزعسرة وقصيبة ديال المعدنوس وورقة ديال البوارو وشوية الماء، ولا كان عندنا فون ولا كان عندنا المرق كنخدمو به. دونك من بعد ما كنكونوا طيبنا الدجاج ولا اللحم في هذاك اللاطه، داك اللاطه كيبقاو فيها الكارنيتو اروماتيك يعني الخضر الموسمه، وكيبقى فيها داك الطريفات ديال اللحم والبقايا، كنقبضوا كانباسيوم يعني كنخليهم يتشحروا واحد شويه. من بعد كنديغريسيوهم يعني كننقصوا من الماده الزيتيه اللي كانت عندنا، ومن بعد كنديروا ان بوكي كارني باقه موسمه، وكان مويو او كيتسمى ديغلاساج، اما بالماء اما بالفون لكن عندنا المرق نخدمو به. من بعد كنديكولي وكنقلعو هذاك الشيء اللي كيكون لاصق لنا في الطنجره وكنخليوه يتغلى، كنخليه شي شويه يتقلص. من بعد ما كيعقد لنا لاصوص شي شويه كندوقو لاسيزونمون ديالنا، ومن بعد كنصبيوه، وهكذا كنكونو حصلنا على لوجو دو روتي. وبهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتم من الدرس. ما تنساوش تبارطاجيو القناة مع الأهل ديالكم الأصدقاء ديالكم الأحباب ديالكم لتعم الفائدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.